السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، أهلا وسهلا بكم في قناة ماجد. اليوم راح نلعب ريس ماستر. ريس ماستر الحقيقة يعني أنا ودي أكمل اللعبة، ودي أوصل. راح خلصنا شابتر 6 وراح نوصل شابتر 5، ودي أوصل للشامبيون البطل. شايفين عشرين شامبيون، 25 بعدين شامبيون. المهم احنا بالسابع وراح نلعب يمكن السابع والثامن، خلينا نشوف. عندنا ثلاث سباقات عادية، واحد دول مزدوج والبرسوت مال الشرطة والبوس. نبدي السباقات العادية. شلون شريت من الصاروخ ماله؟ ربحنا أول سباق، نروح الثاني. ثاني ربحنا السباق ايضا المركز الاول. السباق الثالث، ربحنا السباق الثالث. لا مالت شو اسمه، نروح الدوال الان. خلصنا ثلاث سباقات، نروح الدوال الزوجي، سباق زوجي. you
شنو بقى عندنا؟ شابتر 7 البرسوت مطاردة. فزنا بأول سباق. سباق البرسوت الثاني مع الشرطة. أيضا خلصنا السباق وفايزين. باقي عندنا سباق البوس ونخلص شابتر 7. يقول ما عندك بنزينك خلص، فراح أطالع.
وفزنا على البوس وخلصنا نفتح الصندوق وياكم. خلصنا تشابتر 7 طبعا، فزنا على البوس. اوكي شابتر 7 خلصنا، هذا نشوفه خلص، ما راح نلعب شيء بعد. هي الان شابتر 8، القاكم شابتر 8 حبايبي، في امان الله.